والصلاة والسلام على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى وبعد. فدرس التراويح اليوم يحل علينا ضيفا فضيلة الشيخ سعد الغنام من المملكة العربية السعودية، وهو داعية إسلامي له جولات دعوية في عدد من دول العالم، حضر ملتقيات إسلامية كثيرة، وله دروس في العقيدة وفي التفسير ومشاركات إعلامية في عدد من القنوات. فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا. For the non-Arabic speakers, please take the headset so you can listen to the live translation from Arabic to English. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطلب من الإخوة السكينة والهدوء يا شباب، اللي يبي يتكلم الله يجزاكم خير فليتفضل إلى الخارج، واللي يبي يجلس للدرس يتقدم، الله يجزاكم خير عشان الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. إخواني في الله، صلينا تقريبا ساعة وثلث أو شيئا من ذلك، أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجزي الإخوة الأئمة وعلى رأسهم الشيخ محمد خير الجزاء. في أناس يا إخواني يصلون التراويح ربع ساعة، 12 دقيقة، بل وصل بعضهم إلى 10 دقائق، وأنتم صليتم قرابة الساعة وأكثر من ذلك بكثير. ولكن يا أيها الإخوة، هل نتصور أننا بهذا قد بلغنا المنتهى وأننا نحسب مع المشمرين أم المقصرين، علما بأن المعيار كما لا يخفى على أولياء النخبة ليس أداء التراويح، أداء التراويح جزء من المعايير التي ممكن أن نكيف بها حياتنا. اتفقنا مع الإخوة على عنوان لهذه الكلمة: هل نحن مقصرون أم لا؟ أظن أن الجادين أمثالكم يفرحون بهذا السؤال، أما البطالين لا يفرحون به كثيرا، يتضايقون. الجاد يفرح بالسؤال والبطال لا يفرح بهذا السؤال، لأن همته قليلة، بينما أصحاب التشمير ليس لهم سقف معين. حتى أنا النبي صلى الله عليه وسلم ربانا حتى على مستوى الأمنيات، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه ماذا؟ الفردوس الأعلى. مع أن الزحزحة فوز، وأي فوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم لما نراجع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تربية الصحابة وكيف الارتقاء بهم، نجد عجبا. يقول مثلا مرة لابن عمر، والحديث البخاري: نعم الرجل عبد الله لو كان ماذا؟ لو كان يقوم من الليل. وابن عمر رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة لم يدرك وجوب القيام، لأن قيام الليل كان واجبا في بداية الأمر، وسورة المزمل خير شاهد: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم نسخ الوجوب وأصبح مستحبا في حق الأمة، وقيل حتى في حقه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ابن عمر إلى الارتقاء، فكلمة نعم عند النبي عليه الصلاة والسلام لها معيار. كلمة نعم الآن ربما نسقطها على سقط المتاع، أليس كذلك؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد مبررا لكلمة نعم
إلا بوجود حلقة من التدين الصادق وهي قيام الليل. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه شرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات من طفولته وبداية شبابه. دعا له النبي وفاء إن اللهم أطل عمره وأكثر ماله ولده، فطال عمره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك أجيالا، مات أنس يا إخواني بعد وفاة النبي 82 عام. النبي مات في السنة 11 عليه الصلاة والسلام، وأنس مات 93 وبلغ عمره 103 سنوات، وأحفاده 120، وأصبح من تجار المدينة المعدودين بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أدرك بحكم هذا السن أجيالا، فكان يقول لتلك الأجيال المتأخرة: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. كنا، ما قال كنت، كنا، يعني هذا منهج عند الصحابة معروف، كنا نعدها في وقت النبي من الموبقات. لماذا جيل يراها هينة بسيطة وجيل يراها عظيمة؟ إنها الحساسية والشفافية الإيمانية. وقديما قال المتنبي في بيتيه الجميلين: ومن يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إيلام. والأفضل من ذلك حديث ابن مسعود المروي في مسلم أن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، والكافر يرى ذنبه مثل الذباب يقول به هكذا. المؤمن لو حصل منه هنة وزلة وضعف يتوجع ويتحسر، بينما الفاجر والكافر لا يتوجع أصلا، قد مات الشعور واندفنت الفطرة تحت ركام المعصية. يا إخواني، نحن مقصرون أم مشمرون؟ يا إخواني أجيبوا، نحن والله مقصرون، وكيف لا نعترف؟ والنبي قال عليه الصلاة والسلام: كلكم خطاء، كل في اللغة من صيغ الجموع، كلكم، بل من أفضل منا من صلحائنا وعلمائنا وعبادنا، كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن فرق ما بيننا أمرين: ماذا بعد الخطأ؟ منا من لم يصر على ما فعل وهو يعلم، الموصوف في سورة آل عمران، ومنا من لا يرعوي ولا يفكر في توبة ولا في رجعة. هذا الفرق الأول. الفرق الأول حجم الخطأ. منا من حظه من الذنوب، نسأل الله من فضله اللمم المغفور بنص القرآن: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم يعني الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونغفر لكم. هذه الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى أمور ليس هذا أوان تفصيل، لكن الصغائر مغفورة. لماذا؟ لأنها بجانب طاعات. وإذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، المياه المستبحرة لو أتى شخص وبال فيها عزك الله هل يغير فيها شيء؟ فالأصل هو الطهارة والنجاسة عارضة، لكن هل نحن أصحاب لمم؟ ليتنا كذلك. نحن يا أيها الإخوة دخلنا في المستوى الثاني ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عندنا تخليط، عندنا طاعات وقربات، لكن عندنا هنات وزلات ومصائب وعظائم. بل من الناس، وأربع بنفسي وهؤلاء الإخوة، أنكم منهم، ممن الأصل فيهم المعصية، ممن وصفهم عز وجل بقوله: الذين أسرفوا على أنفسهم. والإسراف له معنى كبير يا إخواني، لا ينبغي أن يقصر على الإسراف في النفقة والإسراف في الماء والشراب. الإسراف له عنوان كبير، وارجع إلى مفردات الكلمة في الكتاب والسنة تجد لها استخدامات كثيرة جدا. هنا استخدامها في المعاصي، مشرف على نفسه منذ أن تشرق إلى أن تغيب إلى أن تشرق، وهو يتقلب في أعطان المعاصي، نعوذ بالله. فكر في نفسك، هل أنت من أصحاب اللمم؟ إذا كنت كذلك، ولا أظنه لا يجامل أحدا، احمد الله. وإن كنت مخلط من عندك طاعات وسيئات فما تدري، هل كما سمعنا من تلاوة الشيخ محمد، هل تخف الموازين أو تثقل الموازين؟ فمن خفت موازينه، يعني صارت السيئات أكثر، فأمه هاوية. ومن ثقلت موازينه نسأل من فضله فهو في عيشة راضية. فالقضية جد خطيرة يا أخواني. ثم أنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي
بأبي وأمي، هو أمي عليه الصلاة والسلام، هل في أفضل منه؟ هل في أحد يقاربه؟ قال العلماء أنه أفضل من الرسل جميعا من 50 وجه، مو بوجه واحد ولا 5 ولا 10، الرسل والعزم أفضل منهم 50 وجه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يتعوذ من العجز والكسل صلى الله عليه وسلم. هل هو عاجز؟ هل هو كسلان؟ يعطي درسا في العطاء صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة فقهوا هذه التربية وهذا الأمر، فكانوا ما يقنعون بالأمور البسيطة، كانوا يتطلعون لمعالي الأمور. أحدهم لما أتى شخص من السلف قال له أريد منك حويجة، قال ابحث لها عن رويجل، فلا تقضى عندي الحويجات، تقضى عندي الحوائج. وإذا كنت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ومن يتهيب صعود الجبال يبقى أبد الدهر بين الحفر. فلا بد أن تكون لك همة ولك تطلع كبير، لا تقنع بالقليل، لا يشبع كل الكثير. إخواني في الله، لو أردنا أن نقسم دوائر التقصير التي نعيشها، دعوني أقسمها إلى 4 دوائر. دائرة تشملنا جميعا وهي تقصير، تضيع المستحبات والوقوع في المكروهات. المستحبات ما أمر به الشارع على وجه التخيير ورتب عليه أجر كبير، مثل صيام الاثنين والخميس مثلا، وإن كان صيام الاثنين هو الأصل، الخميس يعني فيه نظر، وإن كان الأدلة تدل عليه عند طائفة من العلم. جنس الصيام دعك من التفاصيل، من أعظم القربات، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كم؟ 70 خريفا. الذي لا يصوم مثلا الاثنين أو أيام البيض أو يوم عرفة أو غيره من القربات، هل هو مقصر ولا غير مقصر؟ مقصر. لكن هل تقصير يوجب فسق وحرام؟ لا، هو محروم، لم يرتكب حراما، هو محروم، محروم من الذكر. من قال سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه كان في زبد البحر. سبحان الله وبحمده يا أخواني تغفر ذنوبك وإن كان زبد البحر. وأنواع الأذكار فيها فضائل عظيمة، من تركها هل هو مقصر؟ نعم مقصر، لكن هل تقصير يوجب فسق وبدعة وضلالة؟ محروم. وهكذا يا أخواني، المكروه تركه يؤجر صاحبه، لو نمت على بطنك هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكنه مكروه، هذا مكروه. رجع لا يحب الله سبحانه وتعالى، لا تليق بالرجل مروءة فضلا عن الديانة. طيب كيف تنام؟ تنام على السنة، على شقك الأيمن وتقرأ ما تيسر. كم تكلفك هذه الحركة يا أخي؟ لا تكلف شيء، لكن صاحب الهمة ما يفوتها، ينام على السنة، ينام على الفطرة سبحان الله، ويترك هذا الأمر المستقبح عقلا وفطرة، فينال الأجر من الكريم سبحانه وتعالى. الصلوات يا أخوان، حديث أم حبيبة، من حافظ على 12 ركعة، رواه مسلم في صحيح، في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، والتي قبل الفجر لها ميزان آخر. صح في مسلم أنها خير من الدنيا وما فيها، الركعتين اللي قبل الصلاة قبل الفريضة. كثير من الناس لم يبني بعد بيتا في الجنة، لا مسجد ولا يقول لا إله إلا الله ولا ولا ولا، من الفرص الربانية التي يهديها الكريم سبحانه وتعالى. لكن يا أيها الأفاضل، ليت تقصيرنا في المستحب والمكروه كان ما وضعنا هذا السؤال. تقصيرنا وصل للدائرة الثانية، فعل المحرمات وترك الواجبات، ولا ندخل في مسائل الخلاف حتى ما نحدث شرخ في هؤلاء الأفاضل. سنذكر محرمات متفق على تحريمها عند العوام قبل العلماء، إن الحلال بين وإن الحرام بين. الغيبة حرام ولا حلال؟ هل يجر أحد يقول حلال إلا ما استثناه الشارع بفهم العلماء من التظلم والتحذير من أصحاب الخبث حتى لا ينخدع بهم الناس؟ لكن أغلب غيبتنا نؤجر عليها ولا نأثم بفعلها؟ أجيبوا يا أخواني، نأثم، غالبا تشفي ونوع من التفكه ونوع من الازدراء ونوع من احتقار الناس، ما فيها مصالح شرعية. وإلا كان المحدثون يتكلمون عن العلماء وينقدونهم ويقولون نحن نغتاب أناس شدوا الرحال إلى الجنة من أجل تنقية السنة، فلان حفظه فسقه كذا من أجل
بيان السنة صحيحها من سقيمها. كانوا يغتابون ولكن لله عز وجل، لا يغتابون لحظوظ أنفسهم. الغيبة، النميمة، الاستهزاء، السخرية، ويل لكل همزة اللمزة يهمز بفعله ويلمز بحركاته، كل هذا موجود أليس كذلك؟ منكرات اللسان، منكرات الفرج، منكرات المعاملات المنغش وكذب، وأشياء كثيرة يا أخواني لابد أن نفكر يا أخواني. ذلك ابن القيم لما تكلم عن هذه في مدارج السالكين قال: من تلبس بترك واجب وفعل محرم عليه توبتان. ليش من ترك الواجب وفعل محرم، هي كثيرة. التوبة الأولى من ترك التوبة. إلى متى وأنت تغمض جفنك وتنام قرير العين وأنت متلبس بالحرام؟ لذلك قال عز وجل: أفلا يتوبوا الله يستغفرونه. لماذا ما يتوبون؟ هل معهم صك بالرحمة؟ هل معهم موعد بالموت بحيث يصطلحون مع الله سبحانه وتعالى؟ فالمسألة جد خطيرة يا أخواني. وهكذا الواجبات من بر الوالدين وغيرها من الواجبات العظيمة المتفق على وجوبها وأمر الشارع بها. هل بعد هذا تقصير؟ نعم، بعد الواجبات والمحرمات نعم. الأعمدة، أعمدة الدين يا أخواني، بني الإسلام على خمس. وجد من المنتسبين للإسلام من لا يقيم لهذه الأركان اعتبار ولا قيمة، منهم من لا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا يغتسل من جنابة، ومنهم من لا يزكي، ومنهم من لا يصوم، ومنهم ومنهم. كيف يستقيم الدين يا أخواني وقد هزت الأعمدة وتساقطت تلك الأركان العظام؟ إذن يجب على المسلم أن يحذر يا أخواني. تصور لو أن شخصا مات لا يصلي، وطائفة من أهل العلم بل أكثر أهل العلم يرون بكفره. أمس يسألني السائق والأخوة موجودين، السائق والمرافق، عن الشخص الذي لا يصلي بالكلي، هل هو في النار؟ هل يزوج؟ هل ما يزوج؟ أغرب العلماء أنه كافر، أغرب العلماء كافر. بل يقول عبد الله بن الشقيق وحديث في سنن أبي داود حديث صحيح: كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ممكن ما يزكي ما يكفر، ممكن ما يصوم ما يكفر، ممكن ما يحج ما يكفر، ممكن ما يزكي ما يكفر، فضلا على الواجبات الأخرى دونها. أما الصلاة تركها كفر. لذلك قال ابن تيمية: يبعد يعني في الذهن أن مسلم يدعي الإسلام ولا يصلي. مش بقي من الإسلام؟ آخر عرى الدين الإسلام. بين المرء والكفر والشرك، والشرك ترك الصلاة والشرك وترك والتخلية. أما الذي لا يحافظ تارة يصلي تارة ما يصلي هذا لا يكفر، هذا على خطر عظيم. المسألة يا أخواني تبين خطورة الأركان والأعمدة. ثم تأتي قضية القضايا، الدائرة الرابعة. كم ذكرنا من دائرة الآن؟ من يعيدها؟ دائرة إيش؟ المستحبات تضيعا والمكروهات فعلا، والثانية المحرمات فعلا والواجبات تركا، والثالثة دائرة إيش؟ الأركان، صلاة وزكاة وحج وصيام. هل في شيء يسوء من ذلك؟ نعم. قضية القضايا، قاعدة الدين، التوحيد، الانتماء للإسلام. وجد من أبناء المسلمين من تتناوشهم الأفكار، من يشكون في الغيب، من يخلطون في قضايا من المسلمات العقدية. هذا موجود الآن، فيهم ناس عندهم إلحاد، في ناس عندهم شك، في ناس يسخرون من السنة، يسخرون من هدي السلف الصالح بتمثيل، بمقالات، بدراما، بكذا. فالقضية جد خطيرة. قال العلماء: من سخر من أي شيء من الدين، مو في الصلاة والتوحيد، من سخر من السواك باعتبارها سنة يكفر. لكن لو قال: والله أنا الفرشة الأسنان فيها مواد يعني أكثر مثلا، لأن المسواك لا يستخدم بطريقة جيدة، لا بأس. لكن لو ازدراها، ولا أريد أن أمثل، بطريقة تشعر بانتهان السنة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. يسخر من السنة، يسخر من دين الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان يحذر يا أخواني، جناب العقيدة ينبغي أن يكون له قيمة وله اهتمام وله قدر، لأنه إذا مس معنى لم يعد الإنسان انتباء ولم يعد له قيمة. بقي يا أخواني، كان في وقت في دقيقتين أو ثلاث، ما أسباب التقصير وعلاجه؟ نزاوج بينهما لضيق الوقت. ما الذي يجعله مقصر؟
السبب الأول عنايتنا بالظاهر على حساب الباطن، ننشغل بظواهرنا، لا أحد يكتشف سوءاتنا وعوراتنا، ونقول لأبنائنا احترس لا تبلغ عن ضعفي، لكن الله مطلع على ضعفنا وإسرافنا في أمرنا ولا نصلح أحوالنا. لذلك قال عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فلا بد أن الله يعلم الخير، هذا إذا علم منا شر هذه مصيبة. لذلك صح في البخاري ومسلم حيث نعمل بالشيء ومن عيون السنة، السنة تدور على أربعة حديث من هذا الحديث: إن الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم اصلح فساد قلوبنا. وفي صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عطف العمل على القلب لأنه يغترف منه، فإذا كان القلب مفعلا بالإيمان انعكس على اللسان وانعكس على الجوارح. هذه مسألة. المسألة الثانية يا إخواني، عدم العناية بالصحبة. تجد الإنسان مثلا يستيقظ ويتنبه، ولكن لا يأخذ بعد اليقظة، لابد من الصحبة يا إخواني. لذلك في البخاري في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي تاب، ماذا قال له الرجل الحكيم؟ قال: اذهب إلى القرية الفلانية. ليه؟ يترك أهله والهواء اللي يتنفسه والأرض اللي عاش عليها، صعب ولا لا؟ لماذا يترك أهله؟ ستجد فيها قوما صالحين يعينونك على ما أنت عليه. الجمرة المتقدة إذا وضعت داخل الرماد ماذا يحصل لها؟ تنطفئ وتموت. لكن الجمرة مع أخرى وثالثة تشكل لهب وتيار. فإذا حصل عندك يقظة واستيقاظ ابحث عن صحبة. اليوم بعد العصر في أحد الجوامع في قطر أتاني شخص متأثر جدا، ليس من حجتي ولا قوتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ما فيه من بقية الخير. قال: أنا عندي معاصي وعندي مصائب، وأتوق إلى الترك، وأتوق إلى أن أكون طيبا. وقلت: وأنا أتمنى أن تكون ليس فقط طيبا في نفسك، أرجو أن تكون داعية إلى الله عز وجل الموفق. فكبر وقال: هذه أعظم أمنية لي، لكن عليك الصحبة. إذا شعرت بهذا الشعور فابحث عن من يعينك عليه، وإلا تنطفئ. لذلك في القرآن آيات كثيرة في الصحبة وفي السنة. واصبر نفسك مع من؟ ادعونا ربهم. تبي صبر ترى يا إخواني، الصبر حبس النفس. ترى مماشات الأخيار بصبر يا إخواني، أما البطالين الأمر سهل، كما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال: يقولون الهداية سهلة. هذا غلط، الهداية صعبة يا إخواني. قال: الهداية مثل حمل الماء إلى أعلى الجبل. تخيل واحد معه كمية من الماء في سطل أو زنبيل أو سمى ما شئت بيصعد إلى أعلى الجبل، صعب ولا لا؟ صعب. هكذا حمل النفس على الهداية والصحبة. لكن الاستجابة للشهوات والبطالة مثل نزول الماء من على الجبل، كبه ويسبق، لأنه يجري مع مجرى الهوى والنفس واستجابة الغرائز واللذات العاجلة يا أخواني. المسألة تحتاج إلى حزم يا أخواني. النقطة الثالثة من أسباب التقصير سلمكم الله هي التسويف. بعض الناس عندها اللغة المزعجة. إن شاء الله بإذن إن شاء الله تعالى نتحسن الوضع مع مرور الأيام، إن شاء الله ينضج الإنسان ويتفرغ أكثر وكذا. والشيطان هو الذي يدفعه لهذا الفكر الخطير يا أخواني، ثم يصطدم بالموت فيقول: حتى إذا جاء أحد الموت، حتى حرف غاية، إذا ذات شرط جاء فعل ماضي تفيد في بلاغة العربية المفاجئة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما يقال لأنها، يقال كلا الزاجرة، كان الواجب أن يكون له منطلق آخر. لذلك يقال لهم في سياق آخر كما تمنوا الرجعة: يا ليت ردوا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يأتي الرد: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذن يا إخواني هناك أسباب للتقصير كثيرة وهناك علاجات كثيرة، لكن لا أريد أن أطيل. أنا شاكر لكم حقيقة هذا الحضور. في سؤال ضروري، تفضل. من هو صاحب السلطة؟ يا سلام. صدق الحكم أنه كافر. ما شاء الله. وهل نحن من عوام الناس أو المجتمع ما دورنا تجاهه إذا نطق العلماء بكفره؟ ما شاء الله. وهل هو كفر مخرج من الملة أم كفر دون كفر كما قال بعض السلف؟ جميل.
بالنسبة للأخ الله يحفظه يقول بالنسبة لما قلت أن المستهزئ بالدين كافر وتارك الصلاة كافر، من هو صاحب الحق الذي ينزل هذا الكفر على الأعيان يعني الأفراد المعينين؟ هذا ليس مثلنا العامة، إنما هم الحكام والعلماء الشرعيين الذين يعرفون مناطات الأدلة وما ينفي وما يسبب الكفر. أما الكفر المقصود هنا الكفر الأكبر، ليس هو الكفر الأصغر. الكفر الأصغر هذا من جنس كفر النعمة وبعض المعاصي التي نص الشارع على تسميتها كفر. أما هذه كما قال الله عليه وسلم بين المرء والكفر، والكفر إذا عرف بالتعريف ينصرف إلى الكفر الأكبر، بينما إذا نكر يحتمل هذا وذاك. لذلك سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. أما واجبنا إذا كفر العلماء والحكام إذا كفر هم الذين يقومون بالواجب. دورنا فقط الولاء والبراء، نبرأ من الكافر ونحب المسلم ونحذر من هذا إذا استشرى شرره. أما أن نقيم عليه الحدود كما يفعل هؤلاء الغلاة التفجيريين فهذا من الغلو الذي نهى عنه الشارع الحكيم. نعم، جزاكم الله خير، نشاكر لكم هذه الدعوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه جميعا.